السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أخوكم في الله سليمان معوض الديب على قناة سليمان معوض. بإذن الله النهاردة هنبدأ حاجة جديدة اللي هي بروجكت جديد بعنوان النون ريتيرن فالف. أنا نزلت لك فيديو على القناة، يا ريت تشوفه لو ما كنتش شفته. يعني الغرض منه كان بيبين لك الأسيمبلي والكومبوننت بتاعة البرودكت أو البروجكت بتاعنا، تمام؟ فيا ريت تتفرج عليه، هو قصير يعني تقريبا 23 ثانية. فالنهاردة بقى احنا طبعا البروجكت بتاعنا هيبقى حاجة زي ده، تمام؟ ازاي نعمله وازاي، تعالى كده نوضح لك. هو طبعا ده البروجكت، ده هو ده. فلو خدنا مثلا سيكشن فيو، هو ده البروجكت بتاعنا اللي احنا هنعمل كل بارت فيه، وبعدين نعمل له عملية اسمبلي في الاخر، تمام؟ والفيديو موضحه، ما فيهوش الفيديو بتاع الاسمبلي موضحه، ما فيهوش اي حاجه، تمام؟ النهارده باذن الله هنعمل البارت ده اللي هو الاصفر ده. فتعالى بقى، عشان البارت ده هو اللي فيه شغل شويه، فتعالى اللي هو ده يا جماعه، تعالى بقى كده نشوف هنعمل فيه ايه، تمام؟ مبدئيا كده انا عايزك الهولز دي كانها مش موجوده، اللي هو الهولز الهول الكبيره دي كانها مش موجوده، وهندردش فيها في الشيت سوا، تمام؟ فالاول هعمل نيو بارت. انت عندك الشيت اهوت برضو، خدوا سكرين لو ما كانش معاك، خدوا سكرين. ولو الصورة دي مش واضحة ممكن تاخده من الصورة دي. فالصورة دي يعني اتمنى انها تكون واضحة، ولو هي مش واضحة برضو فانا مقطعها لك اهوت، يعني تالي دي اوضح من دي، تمام؟ فدلوقتي تعالى بقى ايه نشتغل في البروجكت بتاعنا او البرودكت بتاعنا. بص يا ريس، زي ما قلت لك انا، بص عشان تفهم التوتوريال دي لازم تمشي بالستيبز اللي انا همشي بيه، تمام؟ فانت هتفهم وانا شغال، تمام؟ انا دلوقتي هعتبر ان في سنتر لاين ده كده، وهرسم الكونتور اللي انا هشاور لك عليه ده. خليك معايا واحده واحده. الكونتور ده كده، وبعدين هعمل له ريفولف حوالين المحور ده اللي هو ده. طيب تعالى بقى ننفذ الكلام ده كده. مبدئيا هنروح اعمل من السكتش، هروح اختار الفرونت وهعمل سنتر لاين، خلي السنتر لاين بتاعي ده. وتعالى كده نعمل الدايمنشن بتاعه، هو هيبقى الدايمنشنز هيبقى 228 اللي هو 18 بلس 48 بلس 120 بلس 21 بلس 24 بلس 18، تمام؟ فهيبقى كام؟ هيبقى 228، تمام؟ طيب تعالى بقى نعمل الجزء ده. انا عندي هنا ضلع هوريزونتال فيرتيكال هوريزونتال، تعالى نطالع كده، وبعدين كده كده، وبعدين كده، وبعدين كده، حاجة بالمنظر ده. تعالى بقى نشوف الأبعاد بتاعته. أنا عندي البعد 18 48 120، 18 48 120، والجزء ده هيبقى دريفن علشان أنا معرف أصلا ال 228، تمام؟ طيب تعالى بقى نعرف الأقطار. عندي القطر الخارجي ده 210، والقطر اللي بعده هيبقى عبارة عن كام؟ هيبقى عبارة عن 96 بلس 15. تعالى نعرف قطر كده، الكبير ده خالص 210 اللي هو من هنا، شيفت هنا 210، ايدي على شيفت اهو. والقطر ده بكام؟ القطر ده هيبقى ب 96 بلس 15 في 2، يعني ب 96 بلس 30، تمام؟ شيفت طبعا 96 بلس 30،
والقطر اللي فوق اللي هو ده هيبقى بكام؟ هيبقى انا عندي المسافة من هنا لهنا ب15. انا ممكن اعرف ان المسافة دي، سوري، النقطة من هنا لهنا ممكن اعرف ان هي ب15 وخلاص، هي هيها يعني، تمام. وعندي القطر الاخراني ده، هيبقى ب220 برضو، هيبقى اكبر من اللي تحت، خلي بالك، هيبقى ب220 اللي هو ده كده. طيب ايدي على شيفت و220. انا كده كل الابعاد متعرفة عندي، وعندي هنا في فيلت اللي هو ب21. تعال نعمله فيلت بكام، هقول له ب21. اوكي تمام، حصلت على حاجة بالمنظر ده كده، بالأبعاد اللي حضرتك شايفها كده. ف يلا بينا نكمل، هعمل exit sketch. بعد ما عملت exit sketch هروح أعمل هعمل الأول من feature revolve. طلع لي حاجة بالمنظر ده كده، وبعدين أعمل أوكي. تمام، ده كده المنظر اللي انا عايزه. لو في بقى شوية فيلتس، يعني في هنا مثلا، في هنا فيلت ما كانش موضحه اصلا في الشيت، فالفيلتس دي تعالى يعني ممكن نبقى نعملها في الاخر، مفيش اي مشاكل. ولو حابين نعملها دلوقتي فمفيش اي مشاكل برضو. فمثلا على سبيل المثال تعالى نعمل هنا في فيلت صغير كده، هنا مثلا نخليه ب5. اوكي، وهنعمل برضو فيه هنا فيلت صغير، هو خلاه بكام؟ خليه ب3، لان تقريبا كان في حاجة في الشيت تحت كده بتقولك ان الفيلتس كلها ب3، فتعالى برضو نعدل ده نخليه ب3. اوكي، بقى عندي كده الفيلتس متعرفه كله تمام. طيب تعالى بقى نشوف هنتصرف في بقية التوتوريال ازاي. زي ما قلت لك كده، انا عملت الشكل نص الشكل ده ودورته، تمام. نرجع كده عشان بس الشكل ما يبقاش فيه لخبطة كتير. عايزين بقى نعمل الشكل ده، حلو. الحتة دي هتعمل ازاي؟ هعتبر برضو ان في سنتر لاين كده، وهرسم الكونتور الخارجي ده، تمام، اللي هو ده كده. طيب عشان ارسم حاجة زي ديت هروح اختار الفرونت، وهعمل الاول سنتر لاين، والسنتر لاين ده يبعد عن الايدج دي بمقدار كام؟ او خلينا معلش التك شيفت من هنا لهنا، سوري، هعمل من هنا سمارت دايمنشن من الايدج دي شيفت البعد ده. بص خليها كده، هي مش راضية تيجي بشيفت عشان تقريبا ديت مش متعرفة عندي في الرسمة، فخليها كده بكام؟ ب90، اللي هي 90 جبتها منين؟ 180 على الاتنين، تمام، 90. بقى عندي حاجة بالمنظر ده كده. طيب نكمل، عايزين نرسم بقى الكونتور الخارجي ده. انا هرسم الكونتور ده اللي هو فيه فيرتيكال هوريزونتال، فيرتيكال هوريزونتال. طيب يلا بينا نرسم حاجة بالمنظر ده. طلع لي حاجة بالمنظر ده كده ببعض الريليشنز كده، وهنخلي بعض الدايمنشنز البعد من هنا من المركز ده لحد آخر الايدج ب150، فهنخلي هنا ب150. اوكي، والحتة دي بكام؟ ب15. 15
والمسافة دي طبعا المفروض ان هي تكون متعرفة اصلا، عشان النقطة دي والنقطة دي بينهما فيرتيكال. تعالى بقى نجيب الاقطار. انا عندي القطر ده هيبقى 80 بلس السمك ده 12 في 2، يعني 80 بلس 24. من هنا شيفت هنا 80 بلس 24، طلع لي حاجة بالمنظر ده. وفاضل لي الحتة دي كده أو القطر ده، فتعال نشوفه بكام. عندي هيبقى بكام؟ هيبقى ب 180، ب 180 يعني تعالى كده، اللي هي المسافة من هنا لهنا هتبقى ب 90. تمام، انا كده بقى عندي الشكل فولي ديفايند وكله تمام. طيب انا عايز اقفل الشكل بتاعي، يعني هقفله كده، وبعدين هعمل ريفولف عادي جدا. طيب تعال نعمل ريفولف، نعمل اكزيت سكتش، وبعدين هقول له ريفولف اوكي. طلع لي حاجة بالمنظر ده كده، الابعاد بتاعتي يعني تمام وكله تمام. اظن انت كده تخيلت شوية يعني الموضوع يعني تمام. فتعال نعمل الفيلد ده، الفيلد ده هيبقى ب 3، نعمل الفيلد ده اوكي. طبعا هسيف مثلا تيست في الديسكتوب واوكي. كل شوية بقى كنترول اس. طيب نكمل. عايزين بقى نعمل الكونتور او القطع اللي في النص ده. بكل بساطة هكرر نفس الخطوتين بس بأمر الريفولف كات. هعتبر ان في هنا سنتر لاين، وهعمل الخط ده او الكونتور ده كده بالابعاد بتاعته المختلفة، وبعدين اعمل ايه ريفولف كات، وهنا كذلك. تعال نعمل كده الحبة دولت. فانا هروح على الفرونت وهعمل الاتي، هعمل الاول برضو سنتر لاين بالمنظر ده، وهخلي السنتر لاين ده فيرتيكال. وتعالى هنعمل شوية الحاجات دي. انا هعمل خط كده هوريزونتال فيرتيكال هوريزونتال، يلا بينا نكمل. بعدين هطلع، وبعدين هطلع هنا شوية، وبعدين هطلع، وبعدين هخش شوية صغيرين، وبعدين اطلع لحد الاخر، وبعدين اقفل الشكل. طب تعالى بقى بعض الدايمنشنز المهمة كده. انا عندي البعد ده ب 36 والبعد ده ب 45، فيلا بينا. ده 36 وده 45، واللي بعده ده سيبه دلوقتي البعد ده. تعال نجيب من فوق شوية. أنا عندي المسافة من هنا لحد الآخر ب 147، يعني من هنا لحد هنا ب 147، وهي متعرفة أصلا هتبقى عشان أنا معرف النقطة دي. تمام، طيب تعالى نعرف البعد الصغير ده ب 15، اللي هي المسافة دي اوكي. انا كده عرفت الاطوال. تعالى بقى نعرف الاقطار. انا عندي القطر الصغير ده ب 72، سمارت دايمنشن من هنا شيفت هنا 7 2، والقطر اللي بعده بكام؟ ب 96 من هنا، طبعا ايدي على الشيفت 96. والقطر اللي بعده، القطر اللي بعده ما هوش متعرف قوي، لكن انت عندك المسافة من هنا لحد الايدج دي ب 15. تمام، فالمسافة دي ب 15. تمام، وعندك فاضل لك الحتة الصغيرة دي. لو مسكت نقطة زرقاء كده وحركتها هلاقي الحتة دي مش متعرفة. طيب تعال نعرفها.
انا عندي الحتة دي هي بعد صغير جدا، اللي هو الحتة دي كده، يعني في هنا قطر، القطر الفرق ما بين القطر الكبير والقطر الصغير هي 114 و 120، بمعنى ان الحتة دي كده هتبقى ب 114، يعني سمارت دايمنشن شيفت من هنا لهنا ب 114، تمام. ولو لاحظت في هنا فيلت صغير كده، تعال نعمله بالمرة، خليه ب 3، عدل الأول خليها 3 وبعدين نختار ال H دي. أوكي تمام. تعال بقى نعمل Exit Sketch ونعمل Revolve Cut. أوكي طلع لي حاجة بالمنظر ده كده، حاجة بالمنظر ده كده. لو انا بقى عايز اعمل فيلتس جوه كده، يعني هنا هعمل فيلت عادي او هنا هعمل فيلت عادي، اعتقد مفيش حاجة، يعني الكورنر ده بس هو اللي فيه فيلت، الكورنر ده هو اللي فيه فيلت، فتعالى نعمل فيه فيلت صغير هيبقى بمقدار 3 برضو. اوكي بس الكورنر اللي تحت تقريبا فيه برضو، لا مفيهوش، فتمام. طيب عايزين نكرر نفس الخطوات هنا برضو، تمام. فلو رحت كده بقى اعمل اندو علشان الشكل بس ما يتشوهش معايا، هعمل ايه؟ هرسم الجزء ده برضو، هي عبارة عن دايرة معمول لها اكسترود او معمول لها اكسترود كات او ريفولف، فانا هعمل دايرة، تمام. هعمل دايرة بمقدار كام؟ الدايرة دي بمقدار 80، تمام. فانا هرسم هنا سكتش، سوري، هرسم هنا سكتش نورمال وهرسم دايرة، خلاص صحيح المركز بتاعها، والدايرة بمقدار 80 بس، خلي لي النقطة دي برضو. طبعا هي فولي ديفايند، خلاص فولي ديفايند، تمام. هقول له اعمل لي اكزيت سكتش وبعدين اكسترود كات، هقول له لحد فين، هقول له لحد مثلا اب تو سيرفيس، اقول له السيرفيس ده وبعدين اوكي تمام. طلع لي حاجه بالمنظر ده كده، حاجه في منتهى الجمال. طيب تعالى نعمل كنترول اس وبعدين هنروح نعمل سيكشن بالمنظر ده نورمال، تعالى نشوف بقى الشكل بتاعنا ونقارنه بالجزء بتاعنا، تمام. انا لو لاحظت في عندي هنا الحتة دي المفروض يبقى في دوران كده، تمام. طبعا الدوران اللي هنا ده نتيجة الحتة دي، فايه اللي كان الحل بتاعها؟ كان الحل اللي انا ما اعملش الفيلت ده في السكتش، اعمله بعد ما اخلص السكتش بتاعي. يعني انا هعمل ايه؟ طيب انا هروح الاول هعمل ايديت في السكتش، في اول سكتش نعمل edit sketch وهمسح الجزء ده كده، وبعدين هعمل همسحه وهمسح الكيرف ده، وبعدين التو بوينت دولت هخليهم بينهما ميك كونسيدنت، وبعدين اعمل exit sketch، وبعدين بقى ايه؟ طبعا طلع لي حاجة بالمنظر ده كده. هو لو تلاحظ انا عندي الحتة دي انا عايز اجيبها ازاي؟ لو انا خدت سيكشن كده، اوكي الحتة دي زي ما موجود عندك في الشيت اهوت، تمام. لكن هنا في كيرف، الكيرف ده انت هتجيبه ازاي؟ مع العلم انك برضو لو انت عملت هنا فيلت هيجي لك على كله برضو. فتعالى كده نجرب مع بعض نعمل فيلت ونشوف ايه البيهافيور بتاعه. انا هعمل مثلا هنا فيلت، لو عملته تعالى كده نشوف هيتعمل ازاي. فمثلا هخليه ب 21، هو موجود عندك ب 21، لو تلاحظ هنا اتعمل برضو، تمام. فصراحة انا مش عارف هو الشيت ممكن يكون فيه غلطة، يعني ملهاش حل بقى، لازم الحتة دي هتبقى كده، هتبقى فيه فيلت كده، تمام.
فخليها كده تمام. تعالى بقى برضو ناخد السكشن ونشوف هل في فيلتس ناقصة ولا حاجة. مفيش حاجة، مفيش حاجة، تمام. طيب تعالى بقى نعمل التوب اللي موجودة عندي. أنا عندي كام توب؟ أنا عندي تحت هنا في 6 هولز، الفاي بتاعتها 6 16، يعني 6 توب الفاي بتاعتها ب16. وعندي هنا كذلك برضو 6 توب بس الفاي بتاعتها ب14، تمام. وعندي في هنا تابر تاب هول، تمام. فتعالى نعمل الهولز اللي هنا الأول. هختار، هعمل سيلكت للسكتش ده او اعمل اكزيت سكتش، سوري، خلينا مثلا هنا، تمام. وتعالى نشوف مع بعض كده هنتصرف ازاي. معلش خلينا تحت، خلينا السكتش بتاعنا من تحت. تعالى نشوف هنتصرف ازاي. انا عندي هنا 6 هولز الفاي بتاعتها ب16 على مدار، على الايه، متوزعين على الدايره دي، والدايره متوزعين على دايره نصف قطرها او قطرها ب170. فانا هعمل اول دايره ب170 وهخليها داش لاين، وبعدين هعمل سمارت دايمنشن هخليها ب170، وبعدين هعمل دايره واحده الفاي بتاعتها ب16، وبعدين هعمل سيركلر سكتش باترن للدايركشن بتاعي ده والانتيتي بتاعتي دي، وهكررها 6 مرات وايكوال سبيسنج، تمام. اوكي تمام. وبعدين هعمل اكزيت سكتش، وبعدين هعمل اكسترود كات لحد السطح ده، up to surface لحد السطح ده. اوكي طلع لي حاجة بالمنظر ده كده. هعمل هنا برضو نفس الكلام، لكن الفاي بتاعته بكام؟ انا عندي الفاي هنا ب14 والدايرة هتبقى ب144 بي سي دي، يعني على المحيط بتاع الدايرة اللي قطرها 144. فانا الاول هعمل دايرة كده ب144 سمارت دايمنشن، وهحولها لفول كونستراكشن. وتعالى نعمل دايرة في حتة بقى عايزين نتأكد منها. انت عندك الدايرة فيرتيكال، لو تلاحظ الدايرة فيرتيكال، تمام. يعني هنا، يعني بدأ من هنا، تمام. هي مش هتفرق معاك قوي لان انت عندك عدد الدوائر على المحيط عدد زوجي، تمام. تفرق معاك امتى؟ لو مثلا 7، لو انت عندك 7 دوائر او 9 دوائر على مدار المحيط، يعني مترصصين على محيط الدايره، فتفرق حكايه الفيرتيكال والهوريزونتال جامد، تمام. فما علينا، خلينا ديت القطر بتاعها ب14، وبعدين هنعمل سيركلر باترن الدايركشن بتاعي، هقول له ده الدايركشن بتاعي، هقول له ده، والانتيتي بتاعتي دي، سوري تعالى من الاول، هقول له سيركلر، تقريبا انا كنت عامل الاول لينير، تمام. هقول له الدايره دي والانتيتي دي. طيب تعالى كده اقول له بوينت دي وللانتيتي دي، اقول له عددهم 6 برضو، اوكي. واقول له اكزيت سكتش من فيتشر اكسترود كات لحد السطح ده، تمام. طلع لي حاجة بالمنظر ده، وكنترول اس. طيب فاضل التاب اللي فوق ديت، تعالى نعمل اندو عشان السكتش بتاعنا يبقى شكله كويس. انا عندي كام هولز هنا؟ بيقول لك 6 تاب هول ام 18. طيب
علشان نعمل التابلت دي احنا اتعرضنا لها كتير قبل كده، تعال نعملها. الاول هروح اعمل على السكتش ده دايرة ب او القطر بتاعها ب 178 وهحولها لداش لاين. فانا هعمل هنا سكتش وهخلي دايرة هحولها لداش لاين فور كونستراكشر، والدايرة بمقدار 178. طيب نكمل، هعمل اكزيت سكتش وبعدين هروح اعمل التالي. هروح من فيتشر هول ويزرد، هو بيحمل زي بعضه، وهختار ستريت تاب وهختار الانسيمتريك والنوع تاب هول، وهختار ام 18 من هنا. خليها بقى ام 18 في 1.5 مثلا. وتعالى بقى نحدد شوية حاجات في الشيت بتاعنا. الطول بتاعها مش لحد البوز، يعني الطول ده ب 18 تمام، والفاي بتاعتها طبعا اللي هي ام 18. فتعالى الطول بتاعها هيبقى كام؟ هنختار الاوبشن ده وهنخليه 18 تمام. وتقريبا بس احنا ده اللي يهمنا، بس مفيش حاجة تهمنا. وبعدين اقول له البوزيشن، هيقول لي اختار السطح، فانا هختار السطح ده. هيقول لي عاوز تحطها فين، فانا هقول له حطها لي هنا تمام. وبعدين اوكي تمام. فهنا قطع لهوت بالمقدار اللي انا عايزه. طيب انا عايز اعمل سيركلر باترن حوالين دي 6 مرات، فانا هعمل الاتي. طبعا كنت ممكن اتقبها بالمرة، لكن انا عايز اعملها بامر سيركلر باترن تمام. هيقول لي الدايركشن بتاعي، هقول له ده. هيقول لي الفيتشرز بتاعتي هنا كده، هقول له الفيتشر دي. هيقول لي عددها كام، هقول له عددها 6. تعالى كده نشوف هي كام، هي فعلا 6 اهي تمام. وبعدين اقول له اوكي. لو تلاحظ انا كده خلصت الشيت بتاعي. تعالى بقى نعمل هايد للسكتش ده. كده خلصت الشيت بتاعي. تعالى بس الاول كده نعمل الابيرنس بتاعتنا. البادي خليه لونه اصفر، حاجة بالمنظر ده كده تمام. لو اخدت سيكشن كده نورمال طلع لي حاجة بالمنظر ده كده. طبعا الهيدن دي او الخطوط الهيدن لاين ديت في تقوب ورا، فالهيدن لاين علشان التقوب دي تمام. انا كده خلصت التوتوريال بتاعتنا. التوتوريال يعني كانت حلوة، وكان اتعلمنا فيها حاجات كتير. فأتمنى إن هي تكون عجبت حضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.